أنايا شعب ورئاسة، أنا الدولة، وأنا من حقي باش نترشح انتخابات ولي رئيس. الحمد لله ولات توا الحريات اللي نحكوا عليها مش في الخمر والفيمن. كل نهار جمعة احسب لهم في 14 سنة واني نلقى 100 امرأة تسب في المحامي. جرثومة العدالة في تونس هي المحامي الكذاب. قداش من محامي كلا فلوس مواطن. اليوم بعد تجميد البرلمان وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء، كيفاش ترى وإلا خلينا نقوله شنو تقييمك للوضع العام في تونس؟ هو يا أستاذة كما تعلمين وأن المتتبع للشأن العام يجب أن تكون له جملة مفيدة يقولها. نحن في يوم يعني كأس تونس، دائما يقول لنا السيد المذيع نجيب الخطاب رحمه الله، كل الشعب التونسي يتفرج في هالمقابلة هذه عرس الكرة التونسية من بنزرت إلى بنقردان، ولكن بعد الثورة اكتشفنا وأن تونس الحقيقية تبدأ من بعد بنقردان، أي مكان الثروات. من أسكن هذه الفكرة في عقلنا الباطني هو مدرسة بنات صهيون، وهو بالذات لويس ماشويل، وهو بالذات البباصات إجمالا. هنا حينما تكون المعركة بين الحيوط الخايخة هذه اللي بكلها ملك أجانب والثروات في الكامور، يولي هذا أمر دبر بليل، لأنه شركة أرامكو اللي تحكم في الدنيا تو نتاع السعودية ملك المخابرات البريطانية. إذا احنا أين مخابراتنا؟ من أنه سمعنا على الأقل وأنه عندنا 800 بير بترول وما فيهمش عدادات. هل رئيس الجمهورية ونحن نستقي فكرنا من الفكر البرجيبي الأهم قبل المهم، هل سيذهب مباشرة للقيام بإصلاح هذا الخطأ الذي على الأقل ومن خلال جريدة العمل البرجيبية وين البترول، حملة وين البترول من عام 1963 بشهادة فوزية باشا أكبر مختصة في عقود البترول. إذا هل أنا هو الأهم؟ ما قلته هذا وألا دم نور الدين البحيري مثلا، مش هو ولا فلان ولا هذا، ظهر لي 800 بير بترول والثروات الفوسفاتية أهم من أي حاجة بقطع النظر على أهمية المشاكل الأخرى. أما أنا كيف يحطوني استقني في مشكلة نبات عليها نصبها عليها ما تجيش. أنت فاش يمسك هذا شخصيا؟ أنا يمسني في ثروات البلاد، وقت اللي أنا نظل عندي 800 بير بترول على الأقل نصور منهم في الشهر مليار، هذه 800 مليار في الشهر، فأني أنت باش تصورهم المليار؟ دولة، أنا ماني أنا الدولة، الدولة هي الشعب ورئاسة، أنا الدولة، وأنا من حقي باش نترشح انتخابات ولي رئيس. الحمد لله ولات توا الحريات اللي نحكوا عليها مش في الخمر والفيمن، لا، الحريات في التداول السلمي على السلطة، هذا ما يدعو إليه الشعب، ليست الحريات كما يراها. أنا عندي 14 سنة نزور في السجن، اللي شادين الصف الكل يكره المحامين، يقول له المحامي الفلاني ورط ولدي. وتوا بار اكزومبل في مؤسسة ميمي للبحث العلمي والمعلومات اللي تحب كمحامي تحب تصلح القضاء وهي ما هيش قدام باب دارها، كيفاش يجي هذا؟ هذه بكلها معناتها مسرحيه. علاش قلت لي ماهيش تكنس قدام باب دارها؟ لان انا قلت لك اعطيتك بالعينه، لكن تحبي معناتها علم الاجتماع كيفاش يتم الشغل فيه راهو بالعينات. انا عندي 14 سنه نزور في السجن، يعني كل نهار جمعه احسب لهم في 14 سنه واني نلقى 100 امراه تسب في المحامي. كي نعملوا صبر اراء وانتخابات نقولوا يعني جرثومه العدالة في تونس هي المحامي الكذاب، واحتراماتنا بطبيعة الحال اللي هو ثم باهي الناس كل ثم الباهي والخايب كما يقولوا فيها صباح ديك مش كيف كيف. محامي يا محامي على الأقل منذ قبل 6 فيفر اللي فاتت هذا وحل المجلس على القضاء في الصورة ظاهرة هي اللي تقول القضاء والقضاء، وهي محامية إذا يلزمها تثبت قداش من محامي كلا فلوس مواطن وبعد تصلح القضاء. هذه مثلا، والاولويات اللي ادعو اليها انا هي 800 بير بترول من غير عدادات، ايش يعملنا فيهم السيد الرئيس؟ وشركه فوسفات قفصه كيف خرجت منها حكومه الترويكا خلت فيها فلوس اكثر من فلوس البنوك تونس كامله.